أوكي يا شباب، كان أخذنا المحاضرة السابقة بعض الأمثلة حول طريقة الحل أو تحليل الأعطال في الباور سيستم. بعض الطلاب طلبوا أنه يكون أكو مثال كامل. صراحة كان عندنا اليوم امتحانات وشوي كنت مشغول، ما قدرت أجيب مثال كامل، بس أكو هاي الأمثلة اللي موجودة عندنا راح إن شاء الله تكفي. وبالأيام الجاية إذا لقيت مجموعة أمثلة بحل كامل ممكن انه انشر لكم اياها على الكلاس حتى تستفادوا من عدها. اخذنا مجموعه الامثله بالبدايه انه شلون اذا كانت المصادر عباره عن دائره بسيطه مع مصدر امبالانس وشلون نحللها الى سيمتريكال كومبوننت، وتطورنا بالعمل ومشينا الى ان وصلنا الى مثال اربعه اللي هو اعتقد اخذناه مثال اربعه كملناه اللي هو هاي الدائره. أخذنا مثال أربعة وعرفنا شلون يتم تحويل البير يونت كامل إلى البيس الجديد، ثم بعد ذلك رسم دائرة البوزيتيف ودائرة النيجاتيف ودائرة الزيرو. عندنا مثال آخر، هذا المثال إذا تشوفوه draw the zero sequence network. مثل ما تعرفون انه دائره البوزيتيف ودائره النيجاتيف ما بها مشاكل، فما عندنا اي مشكله بهاي الدوائر. ليش؟ لان البوزيتيف هي عباره عن مصدر مع ممانعه للجنريتر، وبقيه الاطراف كلها تكون عباره عن ممانعات، وبنفس ربط الدائره الاساسيه ما يتغير الربط باي شيء. دائره البوزيتيف هي هاي اللي حكينا عليها، دائره النيجاتيف هي نفس دائره البوزيتيف، فقط الاختلاف انه هي تكون بدون مصادر، والممانعات المثبته هي ممانعات النيجاتيف. المشاكل اللي يصير عندي او الاختلاف الدائره راح يكون فقط في حاله الزيرو سيكونس نتورك. ليش؟ لان حاله الزيرو سيكونس لكل قطعه او لكل ديفايس موجود عندي بالسيستم نوع الربط لهذا الديفايس، هل هو كان دلتا، إذا كان جنريتر ستار، ستار مؤرر، ستار غير مؤرر، ستار مؤرر خلال ممانعة، أو إذا كان محولة دلتا ستار، دلتا ستار مؤرر، دلتا ستار مؤرر خلال ممانعة، دلتا ستار غير مؤرر، وإذا كان ستار ستار عادي وستار مؤرر مع ستار. فكل الحالات اللي وضحنا لكم إياها دائرة الزيرو تأثر عليها أو يؤثر عليها نوع الربط أو نوع التركيب لكل قطعة من القطع، وبالتالي راح يؤثر على الشكل العام للدائرة. يعني هسه هاي الدائرة إذا نيجي على البوزيتيف هي نفس الدائرة، جنريتر مع الممانعة مالها، يجي بصبار، ممانعة المحولة، خط نقل ممانعته لو كان أكو خط نقل هنا، بعدين محولة ممانعة، بعدين باس بار جنريتر مع ممانعتها، من هذا الطرف ممانعة محولة، ممانعة خط، ممانعة محولة، بعدين يجي باس بار جنريتر مع ممانعتها، بعدين ممانعة محولة، ممانعة خط، ممانعة محولة، وترتبط صار عندك دورة كاملة أو سيستم كامل غطيته. شفت ما همني شنو هي الربط للقطع ستار او دلتا او دلتا ستار، ولا همني. ليش؟ لان انا قاعد اشتغل بوزيتيف. اجي نيجاتيف نفس دائره البوزيتيف، مجرد فقط المصادر احولها الى شورت سيركت، والممانعات القيم اللي موجوده بدل ما كانت ممانعات البوزيتيف اخلي ممانعات النيجاتيف وتطلع نفس الدائره. الزيرو هو اللي يلعب دور بتغيير شكل الدائره. اذا نجي شوفوا هذا، حتى إذا تريد تعتمد هذا الربط أو هذا الترتيب بالنقاط، أنت تخلي نقاط، تفرض نقاط فرضيات موجودة بالهاي وتحل عليها، ما عندي أي مشكلة. تحب أنه بصبار واحد اثنين ثلاثة فقط، تحب بدون أرقام براحتك أنت، المهم الشيء اللي يريحك أو اللي سهل عليك عملية الحل. إذا نجي نشوف إحنا إيش عندنا، عندنا النقطة M والنقطة N. هاي شنو هي؟ شورت سيركت. ليش؟ لأن هي البصبار. فشوف
ام وان مرتبطين سوا هي هاي البصمات. الطرف الارضي هذا هو نعتبر الريفرنس الارضي. الارضي هي عباره عن ستار مؤرض، اذا من الارضي تجي ممانعه والطرف الثاني اللي هو جنريتر، فكانه انت هنا الارضي موجود بهاي النقطه وتجي ممانعه الجنريتر وتقف وين؟ عند ام وان. بعد الام والان نجي باتجاه الان. الان ايش عندي؟ عندي محوله مربوطه دلتا. اذا طرف الان يبقى المحوله شكو عندي؟ عندي بياناتها هي عباره عن ممانعه. هاي الممانعه الطرف الاول مالها اما يكمل مع الان او وين يروح؟ الى الارضي، حسب شنو؟ ستار او دلتا. بما انه هو دلتا فاذا الطرف الممانعه اللي يرتبط مع كيو راح يروح وين؟ الى النيوترال او الريفرنس. فشوفوا هذا الطرف، طرف الان، وقلنا هاي هي المحوله بين ان وكيو. لو كانت ستار فراسا هاي النقطه ترتبط مع الان، لكن بما انه المحوله البرايمري مالها دلتا فالطرف الاول للبرايمري راح يروح وين؟ الى الريفرنس. نجي على الطرف الثاني الكيو. هذا الكيو شنو بعده؟ ترانسميشن لاين. فالترانسميشن لاين ما بي دلتا وستار، فبين الكيو والدبليو اكو ممانعه هي الترانسميشن لاين. نجي نقطة الدبليو، هاي نقطة الدبليو بين الزد والدبليو شكو؟ اكو ممانعة. هاي الممانعة الطرف الأول مالها شنو؟ ستار مؤرض، إذا ترتبط مع الدبليو. الطرف الثاني هو نقطة الزد، اكو ممانعة ونقطة الزد. هل هاي الممانعة مال المحولة راح ترتبط بالزد؟ لو ما ترتبط تعتمد على شنو؟ تعتمد على نوع الربط. بما انه هو ستار وغير مؤرض فمعناها الممانعه ما راح ترتبط بالنقطه زد مثل ما موجود، راح تصير اوبن امامكم. نكمل الخطوه اللي بعدها، يجينا بس بار اللي هو عباره عن نقطتين زد واكس. زد الزد والاكس هم شورت سيركت بس بار. فايش راح يصير بهاي الحاله؟ نجي هاي الزد مرتبطه بالبس بار، عندنا جنريتر ستار. لو كان ستار مؤرض كان هاي النقطه اجت وين؟ على هاي النقطه. لكن بما انه هي ستار غير مؤرض لكن فقط راح تكون عباره عن ممانعه الجنريتر وتكون فلات ما مرتبطة بأي مكان. الطرف الثاني شوف هنا الاكس والفي بيناتهم محولة ستار إلى ستار مؤرض من الجهتين، إذا نقطة اكس ونقطة في متصلين مع الممانعة. بعدين عندنا خط ممانعته موجودة، بعدين راح نجي لنقطة اس ونقطة يو. بيناتهم ممانعة، هاي الممانعة اللي محولة هي دلتا دلتا، إذا الطرفين مال الممانعة يرتبطون بالريفرنس. شوفوا هذه الطرفين اللي ما بين اليو والاس ممانعة ما مرتبطة لا بالقبلة ولا بالبعد، اثنينهم بالريفرنس. نجي على النقطة يو، تجي إلى بص بار يو وتي، هذه اليو وتي هي شورت سيركت، عندنا عبارة عن شنو؟ جنريتر مرتبطة بالأرض، هاي جنريتر مرتبطة بالأرض. نقطة تي والآر عبارة عن محولة دلتا دلتا، إذا نفس الحالة الممانعة مال المحولة راح تكون توازي مع الرفرنس. نقطة تي وآر تكون غير مرتبطة بالممانعة مال المحولة. نجي على نقطة آر مع بي، أكو ممانعة هنا هي خط النقل اللي هي موجودة بين آر وبي. وتجي بعدين بي مع إم، النقطة إم والنقطة بي. النقطة بي عندنا محولة، هاي المحولة الطرف الأول من الممانعة مالها ستار مؤرض إذا ترتبط مع بي. الطرف الثاني هل راح يرتبط بأم أو لا؟ بما أنه هو دلتا فراح يرتبط بالرفرنس، فتشوف نقطة بي ترتبط بالرفرنس وما يصير عندها أي ترابط مع نقطة أم. هذا هو دائرة عفوا الزيرو سيكونس. هاي الزيرو سيكونس
هي راح تحدد شنو يحددك هسه حاليا هاي الدائرة، لكن منو يحددك شنو تركيبها أو من العناصر اللي راح تبقى بيها؟ هو موقع العطل. دائما دائما موقع العطل هو اللي راح يحدد لي شكل الدائرة النهائية للزيرو سيكونس. هسه هذا الزيرو سيكونس للسيستم كله. زين، لو كان العطل عندي في النقطة N، بالضبط بالنقطة N، هاي النقطة N، أنا كان عندي العطل بالنقطة N. زين، الممانعة الزيرو سيكونس المكافئة ايش راح يصير؟ هاي العطل هنا، فمن نقطة هذا العطل شنو الممانعة اللي اشوفها؟ هي فقط هاي، لأن راح اشوف منها إلى الأرضي فقط هاي، البقية كلها ما راح تدخل بالحساب. لو كان العطل بالنقطة W، هاي النقطة W، نعم، فالعطل ممانعة الزيرو راح تكون هي هذا الخط فقط. لو كانت العطل في النقطة V، هاي النقطة V، فممانعة الزيرو شنو هي؟ أجي منها ماكو ارتباط مع الأرضي، أجي منها فلات، فشنو ممانعة الزيرو؟ الممانعة المنظورة للعطل بحالة هاي الحالة صفر، ولا ممانعة ما مربوطة. ليش احنا نقول ان العطل بهاي النقطة؟ معناها هاي النقطة ارتبطت بالارض، او هنا صار عندك اوبن تنظر من هاي الجهة، شنو الممانعات اللي موجودة؟ هاي فلات وهاي فلات، فما عندك اي ممانعة مرتبطة. لو كان العطل على النقطة ار، هاي النقطة، فمن اجي ار بهاي النقطة عطل، شنو الممانعة؟ هي هاي الممانعة اللي هي بين الار والبي مع الارضي، ممانعتين على التوالي. فهذا نوع العطل يحدد لي طريقة ربط الدوائر. موقع العطل شلون اسوي الدوائر؟ بس حاليا احنا كنا نتعلم او نحكي على شلون انا راح اكون الدوائر مالتي، البوزيتيف والنيجاتيف سهل التكوين، الزيرو هو اللي بيه اشكال فقط لان تدخل فيه حالات الدلتا وستار وستار ودلتا ونوع الربط. هذا مثال فقط على الزيرو سيكونس. ممكن انه انت بالبيت تقدر تدرب نفسك ترسم البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو، وانت تتخيل اعطال معينه في مكانات وتخلي بس مكان العطل حتى تشوف تبسيط الدائره شلون راح يكون. عندنا سؤال اخر اللي هو giving an example of power system network in figure below. هذا السؤال قدامك. Assume an unbalanced fault occur at F. افرض انه هاي النقطة F صار عندي unbalanced fault. Find the equivalent sequence network for this condition. طبعا شوف، ما حدد لك شنو نوع الفولت، بس ذكر لك اللي هو امبالانس. بما انه هو امبالانس فانا لازم بدون اي كلام اوجد للثلاث دوائر البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو. بعدين لو حددني بنوع العطل هذاك الوقت على نوع العطل اشوف شلون راح تربط هاي الدوائر الثلاثه. اذا نجي اول حاله، هاي النقطه F، دائما دائما تحافظ على موقع العطل في حالة التمثيل وفي حالة التبسيط وفي حالة الحل. لحد مثلا موقع العطل بهاي النقطة واكو خط نقل، بعدين يجي باصبار، عملية نقل العطل من هاي النقطة إلى هاي النقطة يغير السؤال 100%. فدائما دائما تحافظ على نقطة العطل وتجمع وتحلل وتحول دلتا ستار توالي توازي إلى هاي النقطة، هاي النقطة ثابتة، البقية كلها تصير ممانعة واحدة، يعني يصير عندك مصدر
ممانعه نقطه العطل، كل هاي تتبسط تصير ممانعه واحده مرتبطه بالعطل. شلون يتم هذا الشيء؟ عن طريق رسم الدوائر الثلاث. نجي للدائره الاولى، شو راح نرسم؟ لازم عندنا معلومات السيستم، عندنا جنريتر واحد واثنين، ترانسفورمر تي 1 2 3 4، لاين 1 2 3 ولود، كلها محدده قدامك. تي 1 2 3 4 جي 1 جي 2 ال 1 ال 2 ال 3 ولود، كلها موجوده مع انواع الربط. معطيك اياها X1 per unit, X2 per unit, X0 per unit. ال1 يعني positive، ال2 يعني negative، وال0 هي 0. The data of power system network are given in table. هذا table أمامك. فبما أنه هذا موقع العطل يا شباب، فإذا تجي أنت تبسط راح تشوف انه هي عباره عن ممانعه الجنريتر. بصبر، هنا عندنا ممانعه المحوله، ممانعه الخط، ممانعه محوله، بصبر، بعدين جنريتر ممانعته ارضي، تجي بعدين هنا ممانعه، ممانعه الخط، ممانعه الحمل، وبعدين هنا شنو؟ ممانعه خط، نقطه العطل، ممانعه محوله، ويكمل دائرة إلى البصبار. راح تصير هنا عملية التبسيط، راح تدخل في دلتا وستار، تحويل من دلتا إلى ستار. هاي هي عبارة عن ممانعة واحدة، وهاي هي كلها راح تصير عبارة عن ممانعة واحدة، هذا الخط وهاي ممانعة، فممكن أنه تتحول الأطراف من دلتا إلى ستار. فراح نستذكر أو ذاكر عملية استذكار بسيطة للتحويل. طبعا انتم يعني انا متأكد انه كلكم تعرفوها، لكن اتذكركم بها. لو كان عندنا دلتا اللي هو بالاحمر واريد احول الى الستار، فالار 1 هي شنو؟ الممانعة اللي بين برانجين او بين ضلعين من المثلث، هي حاصل ضرب الضلعين على مجموع الاضلاع الثلاث. فتشوف ار 1 هي RB في RC على RA زائد RB زائد RC. R2 نفس الحالة، RA في RC على RA زائد RB زائد RC. R3 هي RB في RA على مجموعة ثلاثتهم. فهذه التحويل من دلتا إلى ستار، وأغلب الأسئلة تحتاج تحويل دلتا إلى ستار، لأن إحنا نشتغل على رينج سيستم، عبارة عن رينج، والرينج تدخل فيه الستار الدلتا كثير. اذا جاك صادف انه عندك ستار وتتحولها الى دلتا حتى تخفف وتقلل من تعقيد الدائره، فنفس الحاله اذا عندنا مثلث هي عباره عن ستار، فالمثلث الخارجي احنا نريد نحسبه، فنشوف الار اي، الار اي يقابلها ار 2 وار 3، والR1 هي بعيدة عنها. فرأساً عملية حساب الRA أو أي ممانعة أي ضلع من الأضلاع، أي ضلع من الأضلاع، هو راح يكون مقدار تقسيم الممانعة اللي ما تواجهه. يعني الRA راح يطلع فد مقدار مقسم على R1، الRC يطلع مقدار مقسم على R3، والRB يطلع مقدار مقسم على R2. هذا الضلع يقابلوه R1 وR2، فراح يطلع مقدار مقسم على منه؟ على R3. شنو هو هذا المقدار؟ هو عبارة عن حاصل ضرب الأضلاع الثلاث. RA هو R1 في R2، راح تشوفه R1 في R3، R2 في R3، فR1 في R2، R2 في R3، R3 في R1، حاصل ضربهم الداخلي على الممانعة الغير مقابلة لهم اللي هي الR1. نفس الحالة RB راح يصير عندي نفس المقدار. شوفوا هذا، هذا المقدار الفوق ثابت،
بالدلتا الى ستار المقدار الجوه ثابت، المقام بالستار الى دلتا البص ثابت والمقام متغير. شنو هو المقام؟ هو الضلع او قيمه الضلع الغير مقابل للضلع المحسوب. هذه هي تحويلات دلتا وستار، حبينا نذكركم بها فقط. فنجي على الدائرة الأولى معنا، هاي الدائرة هي نفسها. بما أنه ما ذكر لك أي شيء عن الـ MVA أو البيس أو الهاي، فتأخذ القيم مثل ما هي وتعتبر أنه هذه القيم تم تحويلها جاهزة كلها عد بيس واحد، فأنت تأخذها مثل ما هي وتبدي تشتغل. نجي على البوزيتيف، قلنا هو مصدر ممانعته، بعدين باص بار ممانعة المحولة الأولى، خط النقل محولة الثانية، بعدين باص بار ممانعة الثانية للجنريتر وتكمل الدائرة للأرض. الطرف الثاني شنو هو؟ الطرف الثاني هو محولة، خط نقل إلى باص بار، بعدين لود والأرضي. والطرف الثاني هنا راح يكون عندك خط نقل ممانعته عطل إلى الأرض، بعدين محولة إلى البصمة. فهذا هو ربط الدائرة أمامكم. تشوف هنا هاي توالي، ما عندي مشكلة بها. هذه هنا مع هاي توالي. طبعا قبل ما تبدي بعملية التبسيط أو عملية التحليل، تبسط إلى، يعني قبل ما تبدي دلتا وستار، تبسط إلى آخر مرحلة تقدر تصلها. فتشوف هنا 0.2, 0.14, 0.225 مجموعهم 0.565، هذا مجموع السيكونس الأول. نجي هنا 0.33، هنا راح يصير 0.342. هاي الممانعة. نجي هاي النقطة، هذه 0.2 تبقى، 5.16 تبقى، ما أقدر أدمجهم. ليش؟ لأن أكو عطل بالوسط بيناتهم، نقطة فولت. فتشوف هنا تبقى هذه 0.2 و0.16 وبيناتهم فولت. الطريقة الأولى أو الطرق أنه ممكن أنه أنا أستخدم قوانين اللي أخذتوها، اللي هي شنو؟ اللي هي عبارة عن لوب. أوجد التيارات، أفرض هذا تيار I1 وهذا I2 وهذا التيار I3، ثلاث لوبات. أقدر أطلع ثلاث تيارات، أقدر أطلع الفولتية هنا V-Thevenin، وإذا أخلي هنا أقدر أطلع I التيار اللي يمر إذا كان هذا شورت سيركت الدائرة الكافية، وأقدر أقول أنه R-Thevenin هي ممكن تساوي V-Thevenin على التيار. الطريقة اللي إحنا نعتمدها، إحنا نحل بالتبسيط بالدلتا وستار. الدلتا وستار طبعاً أشوف هنا حل التيارات. ليش؟ حتى يوجد الفولتية هنا. هاي الفولتية اللي راح يوجدها راح تكون هي أقل من الفولتية المصدر، يعتبرها هي الـ V-Thevenin. بالنسبة لنا يا شباب، حتى لا حد يصير عنده أي التباس، إحنا نفرض أن الفولتيات اللي موجودة اللي راح تكون النهائية هي فولتية واحد وزاوية صفر، ما نغيرها. يعني الجنريترز، نفرض أن الجنريترز فولتياتها لا تتغير، تبقى واحد والزاوية صفر، تمام؟ فراح نكمل إحنا هسه وشوفكم وين يبين التأثير. فأخذ تيارات لوب A و B و C عبارة عن ثلاث معادلات، وجد الـ I1 والـ I2 والـ I3. رجع استخدم غاوس سيدل ميثود. ليش؟ لأن عندك ثلاث معادلات، ويستخدم طريقة الحل حتى يوجد شنو؟ بالأخير التيارات I1 و I2 I3. بعد ما يوجد هاي التيارات يرجع يوجد الفولتية اللي موجودة هنا، اللي هي عبارة عن هاي الفولتية ناقصا I1 في هاي الفولتية ناقصا الفولتية في I1 ناقص I3، تطلع هاي الفولتية. احنا انا ما اريد تمشي بهذا الطريق. شنو الطريقة اللي نمشي به؟ الطريقة اللي راح يخليك وجهك مثل هذا تبدي تصيح، اللي هي عملية التحويل، واللي هي أسهل. نجي هنا، شلون أسهل؟ إحنا شلون نوجد؟
الار ثيفنينج او الزيت ثيفنينج، كل المصادر تصير شورت سيركت، شورت سيركت مع بقاء موقع العطل ما اغيره. فراح يكون عندي هاي ممانعه وهاي ممانعه وهاي ممانعه. اذا تجي هاي ممانعه مرتبطه بهاي الممانعه، وهذه مرتبطه بهاي الممانعه، وهاي مرتبطه بهاي الممانعه، فشنو هذا الترتيب؟ يشابه الدلتا. شوفوا هاي الممانعه مرتبطه مع هاي الممانعه، وهاي مرتبطه مع هاي، وهاي مرتبطه مع هاي. فانا هذا الترتيب هو دلتا، احوله الى ستار R1 R2 R3. بما من راح اوجد احول الدلتا الى ستار، ايش راح يصير عندي؟ ال R1 راح يصير على التوالي مع هاي ال J.2. ليش؟ راح يصير هاي ارتباطها، هاي النقطه راح يصير على التوالي مع هاي النقطه، هاي النقطه راح تكون الى الارض. فراح يكون عندنا عمليه الحساب هسه قبل شوي R1 هاي القيمه في هاي القيمه على مجموعه ثلاث قيم، R2 هاي القيمه في هاي القيمه على مجموعه ثلاث قيم، R3 0.9 في 0.33 على مجموعه هاي القيم، فطلع عندي R1 و R2 و R3. Then بعدها راح يصير عندي R1 شوفوا زائد J.2 توالي، والR2 زائد J.565. صار عندي الدائرة، هاي الدائرة اللي هي عبارة عن شنو؟ R1 زائد J.2 اللي هي 0.429، هذه هي 0.429، وعندنا R2 زائد J.2 اللي هي J.6 اللي هذه قلت لكم توالي، وتبقى واحدة منهم اللي هي ال R3 قلنا هاي ما مرتبطة بأحد، قيمتها ايش قد؟ 0.18. فشوفوها راح تصير هاي J.4 وهاي هي 0.18، كأنه هو هذا طرف الستار وهاي نقطة مشتركة، هاي طرف وهذا الطرف وهذا الطرف الآخر. صار عندي إذا تشوفون رجع تكون مرة أخرى، شنو هي؟ هاي ممانعة وهاي ممانعة وهاي ممانعة مرتبطين كلهم سوا، فهذولا دلتا أحولهم ستار. شوفوا بعملية تحويل الستار بقت النقطة ما تغيرت، ليش؟ هي هاي النقطة F هاي نقطتها، فهي اللي مرتبطة وين؟ بالطرف الثاني من R3، مو الطرف المشترك، الطرف الفلات راح يكون R1 راح تساوي هاي القيمة في هاي القيمة على مجموع الكل، R2 هاي القيمة في هاي القيمة على مجموع الكل، وR3 راح تكون هي هاي القيمة في هاي القيمة على مجموع الكل. راح نجي نوجد R1 طلعت وR2 R3. هاي الR2، R2 ايش راح تنجمع معاها؟ شوفوا الطرف J.8. R3 راح تكون هي هاي النقطة مع نقطة الفولد. الR1 راح تجي هاي النقطة تجي معاها من R1 راح تنجمع معاها J.2. فراح يصير عندك R1 وR2 وR3. عندنا R1 تنجمع معاها J.2، R3 أو R2 تنجمع معاها 0.18، فطلعت عندي عبارة عن ممانعة ممانعة وممانعة. شنو المكافئة لهم؟ هي عبارة عن ال R1 ال R3 هي J.55 قلنا هاي ما لها علاقة راح تكون هنا هاي النقطة، فهذه راح تكون عبارة عن R2 زائد J.18 ومن هذا الطرف هو R1 زائد J.2، هاي الطرف هو على التوازي مع هذه الطرف الثاني زائدا ال R3. فتشوفوا Z positive equivalent هو الطرف الأول اللي هو قلنا عليه J.28 على التوازي مع الطرف الثاني اللي هو J.4049 زائدا ال R3 اللي ما مرتبطة بكل أحد، هذه هي Z equivalent البوزيتيف. نظرة سريعة مرة أخرى، شوفوا كان دلتا
حولناها الى ستار، R1 مرتبطة مع هاي القيمة، R2 مرتبطة مع هاي القيمة، R3 وحدها. طلعنا القيم، صارت هاي الدائرة. موقع العطل حافظت عليه بالأول مرة وثاني مرة. أول مرة ما دخل ضمن الدلتا وستار، ثاني مرة دخل ضمن الدلتا وستار، فصار عندي أيضا ستار داخل دلتا. أحول مع بقاء نقطة الفولت اللي هي نقطة F، وأبسط المعادلة راح تطلع عندي الزد بوزيتيف إيكوفلنت، اللي هي راح تكون عبارة عن مصدر مع الزد بوزيتيف. شوفوا هنا ماخذ 0.829 اللي هي الزد إيكوفلنت أو في ثيفنينج ماخذ. إحنا ما نعتمد الفي ثيفنينج بهاي الحالة، راح نعتمد بأنه المصدر هو واحد والزاوية صفر. هذا يسهل عليك الحل، أنه أنت ما تروح في عملية حساب الفولتية بهاي النقطة. الفولتية نعتبرها أنه فولتية المصدر. شوف هذا المصدر مرتبط بالجراوند، وهذا المصدر يعني مع الجراوند، ثيناتهم نقطة مشتركة. فأنت بالأخير راح تطلع الممانعة اللي بيناتهم كلهم ممانعة واحدة، هذول كأنه مرتبطين على التوازي. من قلنا الطرف الأول ينربط على الطرف الثاني على التوازي، فأنت كأنه ربطت مصدرين على التوازي، والمصادر على التوازي يمنع منعا ما ربطها إذا لم تكن شنو؟ متساوية بالفولتية، ففولتيتها واحد وزاوية صفر. تبقى فقط حبيت أنبهكم إلى هاي النقطة، إنه هاي الفولتية هي واحد والزاوية صفر تبقى. تمام؟ فراح يصير عندي مصدر واحد بير يونت مع الممانعة الكلية زد إيكوفلنت. نيجي إلى الحالة هذه، شنو هي كانت؟ كانت البوزيتيف. النيجاتيف نفس الدائرة ولكن بدون مصادر. هاي توالي، هاي ممانعة ممانعة، دلتا وستار. طلعت هذه أيضا مكافئة، نفس الحالة نيجاتيف سيكونس. إذا نكمل يعني دلتا وستار، نكمل إلى الأخير، تطلع عندي عبارة عن شنو؟ ممانعة المكافئة. هذه فقط ممانعة، ليش؟ لأن ما معها مصدر. من أروح للزيرو؟ الزيرو سيكونس راح يدخل عندي بهاي الحالة شنو؟ الدلتا وستار. نجي على الدائرة الأساسية الرئيسية. هاي الدائرة الأساسية. الزيرو. عندنا ممانعة مع جنريتر مربوطة من الريفرنس. أجر خط أسميه ريفرنس. هذه موجودة وين؟ ممانعة مؤرضة. تمام. تجي ممانعة الجنريتر. تجي على بصمار. هذا البصمار الطرف، النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة والرابعة، ترانسفورمر 1 ترانسفورمر 4. زين، الترانسفورمر 1 عبارة عن ممانعة، القبلها دلتا، إذا هاي تربط بالرفرنس، البعدها ستار مؤرض، تكمل مع الترانسميشن لاين. تجي هنا هاي هي ستار مؤرض، تربط مع الترانسميشن لاين. النقطة الثانية هي دلتا، راح تروح للرفرنس. إذا هذا الخط صار بالوسط عندنا شنو؟ هذا منه مع الرفرنس وهذا منه مع الرفرنس، هذا الخط طار، صار شورت سيركت عليه. تجون تشوفوا، نجي للدائرة الثانية حتى نكمل. هنا راح يكون دلتا، هذا للأرض وهذا للأرض، إذا هذا طار، ما عندهم هاي جنريتر، ما راح تدخل. هاي منها اثنينهم الى الريفرنس، هاي جنريتر ايضا ما راح تدخل. بقى عندي فقط شنو هو؟ هاي الدائره فقط اللي هي عباره عن نقطه الفولت، ممانعه قبلها مرتبطه بها وفلات الى وين؟ الى الارضي. وهاي النقطه ترانسميشن لاين مع بس بار واللود الى الارض، وهاي النقطه هي ترانسميشن لاين مع محولة ستار مؤرض مربوطة والجهة الثانية إلى الأرضي. إذا نجي عليها
الزيرو سيكونس اللي آخر شيء شوفوا عبارة عن ممانعة المحولة، وقبلها أرضي اللي ليش أرضي هنا؟ لأن دلتا مرتقى للرفرنس، يجي العطل بعدين ممانعة الخط بعدين بصبار، من البصبار أكو حمل اللود، هذا اللود مرتبط إلى الرفرنس، بعدها أكو خط نقل، هذا حتى تشوفوا هذا خط النقل، وبعدها محاولة، المحولة الطرف الثاني ما لها دلتا مرتبط جوا شوفوا. فهذه هي دائرة الزيرو، إذا تجي عليها هي عبارة عن هذه على التوازي مع هاي تطلع ممانعة، على التوالي مع هاي، على التوازي مع هاي تطلع الممانعة المنظورة من ضمن هاي النقطة. فراح تشوفون هي بالأخير هي عبارة عن J.1315. صار عندي الدوائر الثلاثة بوزيتيف ونيجاتيف وزيرو. أكو شيء ما واضح بهذا السؤال وعملية التحويل أو عملية الرسم الدوائر الثلاث؟ إذا ماكو شيء عندكم نكمل المثال اللي هو شنو؟ الفولت كالكوليشن. عندنا هسه الزد 1 وعندنا الزد 2 وعندنا الزد نوت اللي موجوده، هذا كان مثال. عندنا دائره البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو، وعندنا المصدر شوفوا اي واحد والزاويه صفر. دائما نعتمد واحد والزاويه صفر. Find the voltages and currents at the fault point for single line to ground fault. هنا منطق بالسؤال الدوائر الثلاث. منطق البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو، ومنطق المصدر. يقول لك إذا صار عندك عطل single line to ground fault، اللي بتعطيني التيارات والفولتيات. بالsingle line to ground ايش قلنا؟ I not يساوي I1 ويساوي I2 ويساوي شنو يساوي؟ 3 يا شباب تتذكرون وما تتذكروها الـ IA هو 3 I1 ويساوي، ما تتذكرون أن التيار في حالة الـ single line to ground تربط دوائر ثلاثتهم على التوالي ويكون التيار بيناتهم متساوي. بما انه احنا ذكر انه سنجل لاين تو جراوند وبدون ذكر اي ممانعه للفولت، فهي راح تكون ممانعه الثلاثه زد اف راح تكون صفر. بما انه هي صفر فراح يصير عندك التيار هو شنو؟ راح يكون الفولتيه على مجموع الممانعات الثلاث اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو اللي راح تربط على التوالي. فطلع عندك هذا هو التيار اللي يساوي تيار الزيرو ويساوي تيار البوزيتيف ويساوي تيار النيجاتيف، وبنفس الوقت هو شو يساوي؟ 3 اي اي. الاي اي هو 3 من اي واحد من عندهم مين من المصفوفات، تذكروها اي نوت يساوي اي 1 يساوي اي 2 ويساوي ثلث اي اي، فمعناها اي اي اللي هو تيار الفيز الاول هو 3 اضعاف اي تيار من التيارات اللي يمر بالدائرة. طلع عندي تيارات البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو، فطلع هاي اكو طريقة انه اوجد التيار اي اي، اقول هو تيار البوزيتيف زائدا النيجاتيف زائدا الزيرو مجموعهم راح تطلع نفس هاي القيمة، او ثلاثة في اي تيار من تيارهم راح تطلع القيمة نفسها. بالسنجل لاين تو جراوند دائما كنا نفرض انه تيار العطل هو تيار الفيز اللي يصير الى الارض، فيز اي فهو اي اي. الفيزات البقيه البي والسي ما راح تشارك مع التيار فنفرضها صفر، فهذه هي اي اي قيمه واي بي واي سي طلعت التيارات. نيجي للفولتيات، الفي اي تساوي في اي 1 زائدا في اي 2 زائدا في اي 0. بما انه العطل على الفيز اي وهو سوليدلي ايرث او جراوندد بدون فولت بدون ممانعه فولت، فمعناها هو فولتي شورت سيركت، فمعناها في اي تساوي صفر. فاجي انا اريد اوجد الفي 1 اللي هي فولتيت هم ثلاث ممانعات على التوالي مع مصدر
تذكرون فولتيت البوزيتيف هي شو تمثل؟ التيرمينال هي فولتيت الاي ناقصا اي 1 زد 1 فطلعت الفي 1 او فولتيت البوزيتيف. الفي 2 هي ماينس اي 2 في زد 2. طبعا الاي 1 والاي 2 والاي نوت هي متساويه يعني على التوالي. الفي نوت هي ماينس اي نوت زد نوت فطلعت قيم V1 V2 V0. إذا أجي هسه أحسب الـ VA، شوفوا يا شباب هاي V1 V2 للـ A. إذا أقول VA، الـ VA هي V1 زائد V2 زائد V0 تطلع صفر، مو بكيفك لازم تطلع صفر. ليش؟ لأن إحنا فرضنا أنه العطل على الفيز A، فيز A ضرب إلى الأرضي وبدون ممانعة فولتيت الشورت سيركت هي صفر، فتطلع صفر سواء أنت فرضتها أو حليتها راح تطلع صفر، لان عندك 0.5 زائد ماينس 0.34 راح تطلع زائد 0.23 ناقص 0.23 تطلع صفر. الفي بي راح المركبات فقط شو يصير بها؟ هاي تضرب في اي تربيع وهاي في اي يطلع عندك قيمه الفي بي، والفي سي فقط تعكس الاي مكان اي تربيع تطلع عندك الفي اي والفي بي والفي سي. بذلك انت سويت وجدت الفولتيات ثلاثتهم ووجدت التيارات ثلاثتهم في حالة السنجل لاين تو جراوند. شوف صار تطور بالسؤال، انه انت السيستم اللي بالمثال سبعة نفس المطلب find the voltages and current at point four double line to ground fault. بهاي الحالة صار عندك double line to ground fault وقال لك انه Z fault لها قيمة line to line fault impedance، وعندك ZG اللي هي ground line to ground fault impedance. فشوف ايش منطيق، منطيق line to line fault impedance ومنطيق line to ground fault impedance. فراح نجي نحل، احنا بالدبل لاين تو جراوند ايش راح يصير عندنا الدوائر؟ راح تكون عندنا البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو دبل لاين ثلاثتهم على التوازي مع وجود زد فولت على التوالي مع الزد نوت. شوفوا الدوائر، الدوائر قلنا هي عباره عن دائره البوزيتيف ودائرة النيجاتيف ودائرة الزيرو ثلاثتهم وين؟ على التوازي مع وجود الزد فولت على التوالي مع الزيرو. فهذه الزيرو شوفوا شنو هي 0.05، فدخل مع الزيرو 0.05. أعتقد متوهم خطوة اللي هي لحظة زد فولت line to line بين خط وخط، اوكي، والزد جي هي line to ground. تمام تمام، فانتبهوا بس على المسألة انه زد فولت احنا عندنا double line to ground، فعيد لك بين خط وخط. يعني هاي الحالة شلون اصور لك اياها؟ خلي هسه اوضح لكم اياها على البنت حتى تكون واضحة. انت عندك شنو؟ عندك عبارة عن خطين، هاي الخطين صار بيهم عطل لاين، هذا الاي مثلا وهذا البي، الاي مع البي صار بيناتهم عطل وهذا العطل الى الارض. فانت ايش راح يصير عندك؟ منطيق انه بين اللاين تو لاين اكو هنا فشي سماه زد اف اللي هي شنو؟ اللي هي لاين تو لاين فولت امبيدنس زد فولت بين الخطين زد فولت. وذكر لك انه بين الخط الى الارضي اكو ممانعه زد جراوند زد جي. فانا من اجي احل يا شباب انتبه انه هاي الزد فولت تظهر في كل الدوائر البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو، لان هذه بين الخطوط.
والزد جي اللي هي الى الارض تظهر فقط وين؟ مع الزيرو. فاذا تيجي عليها تشوف هنا البوينت 05 اللي هي الزد فولت اللي ليش هي بين اللاين واللاين. فانا هاي البوينت 05 ظهرت مع كل الدوائر بوزيتيف نيجاتيف زيرو، بينما البوينت 1 اللي هي شنو؟ اللي هي الجراوند لاين تو جراوند فولت امبيدنس تظهر فقط مع الزيرو. هاي الملاحظه تنتبهون عليها، وطبعا ممكن انه تتحقق منها بكل بساطه انه تاخذ الدائره، عندك دائره مثل ما اشتقينا، تجيب خطين هسه شلون رسمت لك اياها، هذا الاي مثلا اي وبي، وبقى عندك خط السي، فتقول الاي والبي والسي، هنا تيار السي راح يكون موجود فولتجي سي صفر، بهاي الحاله تيار هذا الاي اي، تيار الفولت هو هذا تيار الفولت، راح يكون اي اي زائد اي بي تيار الفولت، وتعوضها بالسيمتريكال كومبوننت مع اضافه الممانعه تطلع عندك العلاقات اللي احنا نعرفها. فتشوفوا هنا او تخليها في بالك انه اي ممانعه تعطى في حاله العطل بين الخطوط الى الارض، تعطى ممانعات العطل بين الخطوط، هذه تضاف على كل الدوائر البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو تظهر معاهم، بينما الممانعه التي من الارض من الخط الى الارض فقط تظهر بالزيرو. فتشوف هنا الترتيب اللي راح يصير عندنا الممانعات، فايش راح يصير عندك؟ دائره البوزيتيف هي هذه مع مجموع 0.05، دائره النيجاتيف هي هاي، ودائره الزيرو هي هاي. عمليه التبسيط راح تصير ممانعتين على التوازي مع هاي الممانعه على التوالي تطلع الممانعه الكليه. هذا التيار هو البوزيتيف، قيمة الفولتية واحد والزاوية صفر، تقسيم الممانعة يطلع التيار البوزيتيف. بعملية تقسيم التيارات بين ممانعتين يطلع التيار النيجاتيف وتيار الزيرو طبعا بعكس الاتجاه بالماينس، فصار عندك التيارات الثلاثة موجودين البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو. أضرب تيار النيجاتيف في ممانعة النيجاتيف يطلع فولتية النيجاتيف، تيار الزيرو في ممانعة الزيرو يطلع فولتية الزيرو، وهذا التيار أضربه في هاي الممانعة وأقول الاي ماينس هاي الدروب فولتج تطلع فولتج البوزيتيف. فراح نيجي نشوف تيار البوزيتيف واحد والزاويه صفر على الممانعه المكافئه، تيار النيجاتيف هو ماينس التيار، عمليه تقسيم تيارات، التيار الكلي البوزيتيف في الممانعه المقابله على مجموع الممانعتين شوفوها يطلع التيار، والتيار الاي نوت هو بوزيتيف ناقص النيجاتيف يطلع الاي نوت. فهاي عندك طلعت التيارات المركبات الثلاث، زد 1 منطيك اياها، زد 2 موجوده، الزد نوت موجوده، الزد فولت موجوده، والزد جي موجوده. تيار البوزيتيف شوفوا اي بوزيتيف مسميه، هو عباره عن اي على اي على الممانعه الكليه او اي على الممانعات، اخذها بهاي الطريقه قبل ما انه يبسطها، زد 1 زائد زد فولت زائد زد 2 زائد زد فولت على التوازي مع زد نوت زائد اللي هو يطلع اي بوزيتيف يطلع ماينس 2.24 او ماينس جي 2.24. النيجاتيف نفس الحاله، والزيرو طلع البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو. شنو نوع الربط اللي عندنا؟ شنو نوع العطل يا شباب؟ دبل لاين تو جراوند فولت. هسه اقدر اوجد اني البوزيتيف في بوزيتيف هي اي ناقصا اي في زد طلعناها، الفي نيجاتيف والفي زيرو طلعنا احنا حاليا، هاي تعتبر اذا كان الاي في اي، منها اقدر اوجد الفي بي والفي سي، لان الفي اي هي عباره عن في اي بوزيتيف زائد نيجاتيف زائد زيرو، طلعت الفي اي. ارجع الفي بي هي البوزيتيف في الفا تربيع زائد الفا في نيجاتيف زائد الفي زيرو، طلعت البي وطلعت السي. بالنسبه للتيارات الاي اي تساوي صفر، الاي بي تطلع لها قيمه والاي سي تطلع لها قيمه، شوفوا هنا الفي اي والفي بي والفي سي طلع لها كلها. فهذا منين جبتها؟ من البدايه عرفت نوع العطل دبل لاين تو جراوند، راسا عرفت شلون يربطون ثلاثتهم على التوازي، وبديت عمليه التحليل وايجاد القيم
بالاستعانه بالسيمتريكال كومبوننت ماتريكس، حليناها كملناها كلها للاخير. مثال هذا ايضا نفس الحاله نفس الطريقه يا شباب، مجرد ايضا راح يكون عندك تحويلات وكل انواع الاعطال. اذا كانت 3 فيز بالفولت بالبص 3 خلال زد فولت 0.1، اذا كان سنجل لاين تو جراوند، اذا كان لاين تو لاين، اذا كان دبل لاين تو جراوند. طبعا هذا مثال كل زين لان بي كل انواع الاعطال اللي اخذناها تقدرون تشوفوه وتشوفون الحل اللي بي خطوه خطوه مشروح كامل بعمليات التحويل وعمليات الحساب الى ان تصل الى الاخير لكل انواع الاعطال يحسب لك اياها. وعدكم بعدين اكزامبل 10 هذا ما لكم علاقه به اللي هو based on bus impedance matrix، ما لكم علاقه بهاي اخر شيء اخر سبع شرائح ما لكم علاقه بها. بهذا نكون غطينا كل انواع الاعطال مع مجموعه امثله ان شاء الله تكون كافيه بالنسبه لكم.